الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسعد الله أوقاتكم بما يسركم في دنياكم وأخراكم، وجعلكم الله موفقين في كل أموركم. وبعد، فبإذن الله عز وجل نقرأ شيئا من أحاديث كتاب الوضوء من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، فليتفضل القارئ مشكورا بارك الله فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، وجمع قريش أبو جهل وأصحابه جلوس في مجالسهم، ونحرت جزور بناحية مكة، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم وأشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فجاء به فنظر، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعه. فجعلوا يضحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، فطرحت عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك الملأ من قريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى يوم بدر قد غيرتهم الشمس، وكان يوما حارا، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر غير أمية، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. قوله عن عبد الله بن مسعود: عبد الله بن مسعود من قبيلة هذيل وليس من قبيلة قريش، وكان رجلا صغير البدن ضعيف البنية، وقد أسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم يهاجر بعد، وحكى شيئا مما واجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى لما كان في مكة. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند البيت، يعني الكعبة، في ظل الكعبة، وجمع قريش يعني أكابرهم الذين يلتفت إليهم ويعود الأمر إليهم، أبو جهل وهو عمرو بن هشام وأصحابه جلوس في مجالسهم، حيث كانوا يجلسون في ساحة المسجد يطالعون الكعبة ويرون الناس. قال: ونحرت، أي ذبحت، والنحر يكون من أسفل الرقبة ويكون للإبل.
قال: ونحرت جزور، أي ناقة، أو قال بناحية مكة، أي بطرف من أطراف مكة، إذ قال قائل منهم، يعني من ملأ قريش من أصحاب أبي جهل: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أي كأنه يستنكر عليهم أنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بين أيديهم وهم ساكتون لا يفعلون له شيئا. فقال: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ وصفه بأنه يرائي الناس. ثم قال: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان، يعني ناقتهم التي ذبحوها، فيعمد إلى فرثها، وهو الخارج الذي تخرجه، ودمها وسلاها، فالفرث الروث، والسلا الرحم التي تحملها، فيجيء به، أي يحمله ويأتي به، ثم يمهله، يعني يتأنى ويستأخر قليلا، حتى إذا سجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه ليعجز عن القيام. قال: فانبعث أشقاهم، أي ذهب أشقى القوم ممن جعل لنفسه الشقاء. قال: وأشقى القوم عقبة ابن أبي معيط، وهو من قريش من كبارهم، فجاء به، يعني بسلاء الجزور وفرثها، فنظر، يعني انتظر وتأنى قليلا، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع عقبة سلى الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين كتفيه، وكان له ثقل، وبالتالي لم يستطع أن يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. قال عبد الله بن مسعود: وأنا أنظر، يعني أشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعوا عليه سلى الجزور، لا أغني عنه شيئا، أي لا أستطيع أن أدفع عنه فعلهم لكونهم ملأوا قريش وكبارها. قال: لو كان لي منعة، أي لو كان عندي من قبيلتي من يمنعونني من بطش هؤلاء لا قمت بإزالة هذه السلة عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فجعل ملأ قريش يضحكون حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع رأسه، يعجز عن ذلك بسبب ما وضعوه على كتفه. قال: فانطلق منطلق، أي ذهب رجل إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جويرية، يعني بنت صغيرة، فأقبلت تسعى، أي أتت إليهم وهي تجري، قد استحثت الخطى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقت فاطمة سلى الجزور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطرحته عن ظهره، ثم إنها دعت على من صنع ذلك، وأقبلت عليهم تسبهم وتستنقصهم وتتكلم عليهم على فعلتهم التي ليس فيها أدب ولا فيها رحمة ولا فيها شيء من الأخلاق العالية. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه، يعني في الدعاء، فقال: اللهم عليك الملأ من قريش، قد يكون المراد بذلك عليك بهم فكف أذاهم وشرهم، وقد يكون اللهم عليك الملأ بمجازاتهم لصدهم عن سبيل الله وتعرضهم بالأذى
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم ثقل عليهم ذلك وشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعاء في المسجد عند الكعبة من الأدعية المستجابة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الأشخاص الذين يقومون بالضحك ويضحكون على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم عليك بعمر بن هشام وهو أبو جهل، وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد، وهؤلاء كلهم قد استجيب للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فقتلوا في يوم بدر، إلا ما ذكر عن أمية بن خلف فقد قال بعضهم بأنه قتل في أحد. وعلى كل، قال عبد الله: فوالذي نفسي بيده رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى، أي قد قتلوا في يوم بدر، قد غيرتهم الشمس، أي غيرت هيئتهم وغيرت ألوانهم بسبب طول ما مكثوا في الأرض بعد معركة بدر. وقد كانت معركة بدر معركة عظيمة، إذ كان المشركون 3 أضعاف المسلمين فأكثر، وكان المشركون قد استعدوا بأنواع السلاح، وكان المسلمون لم يستعدوا، وإنما خرجوا من أجل أخذ القافلة، لأن قريشا لما هاجر المسلمون استولت قريش على أموال المسلمين في مكة، ولذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموال القافلة ما يكون مقابلا لما أخذوه في من أموال المسلمين في قبل الهجرة في مكة. ومع ذلك نصر الله جل وعلا المؤمنين في لحظات، فإن الملائكة قد قاتلوا مع المسلمين، ولذا كان النصر قريبا في أول النهار، ومن ثم بقي هؤلاء النتنة مدة طويلة بسبب أن المعركة كانت في أول اليوم. ثم قال: وكان يوما حارا من أيام الصيف، ثم سحبوا إلى القليب، قليب بدر، أي أن هؤلاء النتنة تم سحبهم من أجل أن لا تتأثر الأرض بهم، فأريد أن يلقوا في الأرض من أجل أن تطم بهم القليب. وقال: غير أمية، فإنه كبير البدن وكان رجلا ضخما، فلما جروه وسحبوه تقطعت أوصاله، يعني أعضاءه، قبل أن يلقى في البئر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. القليب يعني قليب بدر، أضيفوا إليه لأنهم قد ألقوا في القليب، وقوله لعنة أي بعدا عن رحمة الله، وذلك أنهم ماتوا على الشرك. فهذا حديث فيه عدد من الفوائد، منها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ويحتمل أن تكون قبل فرض الصلوات، ويحتمل أن تكون بعده، ويحتمل أن تكون فريضة، ويحتمل أن تكون نافلة. وقوله: قائم يصلي عند البيت في ظل الكعبة، فيه إظهار الإنسان لصلاته إذا كان هناك مصلحة شرعية،
وفي هذا الحديث إظهار المسلم لشعائر دينه أمام غير المسلمين من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب تعرفهم على دين الإسلام. وقد أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب الطهارة ليبين أن وقوع النجاسة على الإنسان في صلاته وهو لا يستطيع إزالتها لا يفسد الصلاة، فإنهم ألقوا هذا الروث. وقد قال طائفة بأن هذا الروث ليس بنجس، وإنما النجاسة في الدم التي قد أصابته. وقال الإمام البخاري: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته. وفي الحديث بيان صبر النبي صلى الله عليه وسلم وما تعرض له من أنواع الأذى. وفي الحديث أن التآمر السيء يعود على أهله بالسوء، وأن العاقبة تكون لأهل التقوى. وفي الحديث أن وصف المؤمن المتقي بالرياء لا يصده عن العمل، وإنما يعلم من نفسه أنه إنما عمل لله، وبالتالي لا يرده ذلك عن مواصلة عمله. ومن هنا قال لما قالوا: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته واستمر فيها. وفي الحديث ذكر عقبة بن أبي معيط، وهو ممن أسر يوم بدر، فإن المسلمين قد قتلوا 69 وأسروا 71. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم قليلا سأل عن عقبة، فقيل له في الأسرى، فأمر به فذبح في عودة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا محمد، من يكون للصبية؟ قال: لهم النار. وقال في هذا الحديث أيضا من الفوائد إطالة الإنسان للسجود لسبب يعرض له. وفي الحديث فضل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها ومكانتها وما فعلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أن المرأة قد تطرح عن المصلي الرجل بعض ما يكون عليه من الأذى، وأن ذلك لا يؤثر على صلاته. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز الدعاء على من اعتدى على الإنسان وآذاه وأضر به، وإن كان الأولى أن يدعو الإنسان بما يكف أذاه وشره عنه. ولذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أهل مكة قال الله جل بعد معركة أحد، قال الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم الآية. وفي الحديث من الفوائد الدعاء على من يكون صادا عن دين الله من أجل أن لا يكون منه صد عن دين الله تعالى. وفي الحديث أن أهل مكة قبل الإسلام كانوا يرون حرمة هذا البيت ويعظمونه، ويرون أن الدعاء فيه مستجاب. وفي الحديث الدعاء على أشخاص بأعيانهم وذكر أسمائهم. وفي الحديث أن العاقبة للمتقين، وأن الله يجعل آخر الأمر
لأهل الإيمان والتقوى. ولذا لما استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضره ذلك، وفي هذا دلالة على أن الاستهزاء والسخرية والضحك على أحوال الناس ليس من الأمور المستحسنة المرغب فيها. ولذا على الإنسان حتى ولو رأى ما ينفر منه أو ما يستصغر صاحبه عليه ألا يكون من المستهزئين. وقد قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وفي الحديث التذكير بسنن الله جل وعلا في الكون، وفي الحديث إجابة الله للدعاء. ولذا على الإنسان أن يجعل له وردا من الدعاء. وفي الحديث تورية جثث الكافرين من أجل تورية وتغطية جثث الكافرين من أجل أن لا يكون منها نتن أو أن تؤذي الناس أو أن تجتمع عليها الهوام. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد أن البئر التي يستغنى عنها قد يجوز طمها ولا حرج في مثل ذلك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن المؤمن إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم بين يديه قدامه قبل قبلته، ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. قوله: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة. النخامة ما يخرج من الفم من آثار ما يكون في الأنف. وقال: فشق ذلك عليه، حيث إن المسجد مكان طهارة ومحل ينبغي تطهيره، لأنه مكان تؤدى فيه الصلوات ويعبد الله فيه بأنواع العبادات. قال: فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، أي أن وجهه تغير بسبب عدم رضاه عن هذا الفعل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحك هذه النخامة التي كانت في قبلة المسجد بيده. وفي هذا قال: إن المؤمن، أي أن الإنسان المسلم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أي يكلم الله جل وعلا خاليا بينه وبينه. قال: وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم، أي لا يبصقن ولا يتفلن أحدكم بين يديه قدامه، أي أمامه قبل قبلته، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني رجله اليسرى. ثم أخذ طرف ردائه فبصق، والرداء هو ما يغطى به أعلى البدن، فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض بما يزيل آثار ذلك البصق، ثم قال: أو يفعل هكذا. ففي الحديث دلالة على وجوب تطهير المساجد من كل ما يتأذى منه، سواء من النجاسات أو من غيرها. وفي الحديث دلالة على أن النخامة والبزاق والمخاط طاهرة وليست بنجسة، وإن كانت مما يترفع عنه ويجتنب. وفي الحديث مشقة
وجود الأذى على النفوس، بحيث أن من رأى شيئا من الأذى في المساجد فإن ذلك يشق عليه ويؤلمه. وفي هذا الحديث أيضا حك البزاق والنخامة من المسجد ولو باليد. وفي الحديث أن المؤمن يناجي الله جل وعلا ويخاطبه في صلاته. وفي الحديث النهي عن البزاق والنخامة للمصلي أمامه أو عن يمينه، فلا يجوز له أن يبصق في الصلاة أمامه ولا عن يمينه، وإنما يجوز له أن يفعل ذلك عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، هذا إذا لم يكن يترتب على ذلك شيء من تقدير المسجد. فإن كان هناك تقدير وأذى للمسجد لم يجز. وقوله ولكن عن يساره، قيل بأن اليمين جهة فاضلة بخلاف اليسار، وقيل بأن اليمين فيه يحضره من الملائكة ما لا يحضره من يكون عن يساره. وقوله تحت قدمه اليسرى، كانت مساجدهم في الزمان الأول من التراب، يأتون بتراب البطحة، التراب الذي سار عليه الوادي ليكون ترابا نظيفا لا غبار فيه، فيجعلونه في المسجد ويقولون له البطحاء. ولما كانت المساجد كذلك كانوا يبصقون فيها ثم يدفنون هذا البصاق. قال وفي الحديث أيضا جواز البصاق على طرف الرداء، وأن البصاق ليس من النجاسات، وإلا لم يجز له أن يبصق في طرف ردائه. وفي هذا الحديث أنه إذا وقع شيء من هذا على الرداء فإنه يشرع حكه وجعل بعضه ملتصقا ببعض ثم تحريكه لإزالة أثره. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال كل شراب أسكر فهو حرام. قوله سئل عن البتع، وقد فسره بأنه نبيذ العسل، وكانوا يأتون بالماء فيجعلون فيه العسل. إذن عندنا النبيذ يراد به أن يؤتى بالماء أولاً ثم بعد ذلك يجعل عليه وينبذ فيه ويلقى فيه بعض الأشياء من عسل أو غيره. وبينما هناك الخمر التي يعصر العنب أو غيره، فهذا عصر هذا خمر. ولذا جاء في قصة يوسف قال إني أراني أعصر خمرا، فهذا الخمر. بينما النبيذ يلقى في الماء بعض الأشياء، فإذا تركت لمدة يتغير ويصبح فيه الزبد ويلقي بالزبد فيكون حينئذ مسكرا. فسئل عن نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر، يعني كل شراب من شأنه أن يسكر فهو حرام ولو لم يبلغ درجة الإسكار، ولو لم يبلغ درجة الإسكار. وفي هذا دلالة على تحريم النبيذ وبيان أنه من المحرمات متى تغير، وأن تحريمه يشمل ما لو أصبح متغيرا ولو لم يكن مسكرا. وفيه دلالة على أن ما أسكر كثيره فإن قليله حرام. وبذلك قال جماهير أهل العلم
من كافة البلدان، وخالفهم في ذلك بعض فقهاء الكوفة. وقد أورد المؤلف هذا الحديث في كتاب الوضوء ليذكر مسألة حكم الوضوء من النبيذ، فجمهور أهل العلم يرون أنه لا يصح للإنسان أن يتوضأ بغير الماء، ومن ذلك أنهم لا يجيزون له أن يتوضأ بالنبيذ. وخالفهم في ذلك فقهاء الحنفية، واستدلوا على ذلك بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي طلب ماء للوضوء فأوتي بنبيذ تمر، فقيل له إن هذا نبيذ تمر، فقال ماء طهور وتمر طيب. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دلالة على أن الخمر لا يقتصر اسمها على ما كان من العنب، فهنا تكلم عن نبيذ العسل، ومع ذلك حكم بحرمته. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا جميعا على مقتضى التقوى، كما نسأله جل وعلا أن يصلح الأحوال وأن يرزقنا التوبة النصوح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.